السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو واحد طبق ديال اللحم اللي كيجي بحال مشوي، كيدار غير في الكوكوط، كيجي المذاق ديالو رائع وطريقه سهله بزاف. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. هنا كناخذوا كميه من اللحم على حسب عدد الافراد اللي عندنا. كناخذوا الكوكوط، كنديروا فيها هنا شويه ديال الزيت، هنا درت زيت الزيتون، غنضيفوا شويه ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. كذلك غادي نزيدو هنا معلقه كبيره ديال الكمون، وغادي نزيد كذلك هنا معلقه كبيره ديال القزبر يابس، وغادي نخلط كل شيء. هنا كيف ما كتشوفوا صافي. من بعد ما غندير هاد الاقامه ما غنضيف لا ما لا حتى شي حاجه، غادي نسد الكوكوط وغادي نخليه على عافيه مهيله بزاف حتى غادي يطيب لينا. هنا كيف ما كتشوفوا ها هو بوحدو طلق الماء ديالو وكيجينا محمر غير في الكوكوط، وكيجي لذيذ بزاف وفتي. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من لايكات ومن تعليقات ديالكم. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.